مساء الخير أحبائي على الفيسبوك في مصر والدنيا كلها، أحبائي على الفيسبوك وأحبائي على اليوتيوب. طبعا أنا ما اديتش النهاردة أي إعلان أني أنا هعمل حلقة أو هدخل أكلمكم هوا، والحقيقة أنا عملت كده علشان ما يحصلش اللي حصل المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت أنا وهوا وحصل اني الحلقة شغالة وحد بلغ عني لجان الكترونية وكلام من هذا القبيل، اشتغلوا عليا شغل جامد قوي لدرجة ان الفيديو بتاعي اللي على الهواء اتشال من على الفيسبوك. لكن انا دايما ببقى حاطط كاميرا تانية، يعني غير الكاميرا بتاعت الفيسبوك اللي شغالة، في كاميرا تانية شغالة خاصة بتحمل بعد كده لليوتيوب. عشان ما يحصلش بقى اللي حصل المرة اللي فاتت، انا دخلت النهاردة فجأة كده. اتمنى ما اكونش ازعجتكم. طبعا انا الحلقة الاخيرة اللي عملتها كانت يوم واحد في الشهر، يوم واحد في السنة الجديدة، يعني انا دلوقتي في اخر الشهر عملت حلقة من 26 يوم. والحلقة مع انها اتمنعت ومن اتشالت من على الفيسبوك، ومع ان كمان اتعمل لي حظر من دخول الجروبات، اتحذرت اسبوع محطش اي بوست او كومنت على اي جروب، الا كان 5 6 7 جروبات كنت نزلت عليها الفيديو دي خلاص. لكن بعد كده اتمنعت ان انزل على باقي الجروبات وانا عندي جروبات كتير. لكن رغم كده الحمد لله ان الحلقة على اليوتيوب عملت حوالي 40,000 مشاهدة، وده عدد قيم جدا. أشكر على كل الناس اللي بتتابعني وبتتفاعل معي بالإيجاب أو بالسلب whatever. يعني الحقيقة يعني أنا استغربت النهاردة أخلي الحلقة دي بعنوان إيه. أنا حطيت العنوان باسم دولة البقر وهقول لكم أنا اخترت الاسم دولة البقر ليه. للمعلومة بس، في الفترة الأخيرة على الفيسبوك أنا لما قلت مش هكتب كلمة معرضين، مش هحط النقطة بتاعت معرضين، هقول على المعرضين الاسم ليه أقوله بنقطة. ما هو أنت هتفهم إن المعرضين هي، أنا آسف هي المعرصين، فأنا أحط النقطة ليه؟ عشان إيه؟ هل النقطة دي الضاد بتخفف وطأة من معرصين لمعرضين؟ ما أنت فاهم نفس المعنى. انا ما احطش النقطه ليه؟ فيعني انا قعدت افكر، ده حتى في القنوات المضاده وغيره يقول لك المعرضين، طب ما تقولهاش ليه المعرصين يعني؟ فيقول لك لا، نوع من الادب. طب ايه الادب يعني؟ ده في كلام افظع من كده في الكتب الدينيه وفي الـ في الـ في في, في بعض الناس اللي بتتكلم دينيا بيقولوا كلام اصعب من كلمه دي، فانا ما اقولهاش ليه زي ما هي. ده خلي بعض الشباب اللي هو يعني ايه عايز يفترض ان هو مؤدب يعني يقول هي دي لغه ناس مؤدبة. لا، انا فاض بيا الكيل صراحة، مش بيا لغة ناس مؤدبة، ومحدش انا يزايد على اخلاقي. انا اسف، انا وجيه رؤوف معروف في بلده معروف، محدش يقدر يمسك عليه غلطة، لا غلطة مالية ولا غلطة في السمعة ولا غلطة في الاخلاق. معلش، محدش يزايد عليا. مش قديس، عمري ما حطيت في بق سجارة. مش معنى كده ان اللي بيشربوا سجاير وحشين، لا، انا بتكلم على مدى التزامي. عمري ما مشيت غلط، عمري ما حد مسك عليا حاجه غلط، بس اتعودت ان اكون راجل. طول عمري اسلوبي مهذب، ما بغلطش في حد. لكن كوني مره استخدم لفظ انا قصده عشان اقول للعالم فوقوا يا ناس، اتحركوا يا ناس، حسوا يا ناس، اللي بيحصل ده كتير، يقوم بقى كل واحد عايز يزايد على اخلاقي. لا، استوب. هتزايد على اخلاق مين؟ هتزايد على مين؟ شوف تاريخك وشوف تاريخي، ادبيا واخلاقيا، في الشارع، في الحاره، عند الجار، عند غيره، كل واحد اخلاقه معروفه. فمعلش، اخلاقيا محدش يزايد، ومستمر برضو بنفس اللغه، كل واحد هياخد الاسم اللي يستحقه، اللغه اللي يستحقها. لان احنا عايزين العالم تحس. العالم ما عادتش بتحس. العالم الناس بتموت والناس بتتقطع والناس ما بتحسش، حالة برود غير عادية، غير عادية. طيب،
طب ليه انا حبيت اسمي الحلقه دي؟ ما انا كان ممكن اسميها يعني انا اسف يعني دوله المعرسين، انا اسف يعني في الكلمه، انا اسف يعني، بس انا مش عايز اظلم ناس محترمه. في ناس كتير محترمه جدا، وفي ناس كتير ما بتتكلمش بس مؤدبه. انا بقصد بدول اللي بتسموهم معرسين ولا معرضين ايا كان، اللي هو عارف الحقيقه وبينافق. بمعنى ايه؟ في شخص ما بيتكلمش، تعظيم سلام بحترمه، عارف ان في امن وعارف ان في بوليس وعارف انه يتمسك وممكن يتبهدل في دوله ما فيهاش قانون، شبه دوله زي ما قال رئيسها، انا ده بعذره. لكن انك انت تبقى عارف كل العيوب وتقاوح وتخش اللي انا تقاوح معايا، لا معلش بقى، فوق لنفسك كده واقعد على حيلك وشوف نفسك بتكلم مين. انا اسف، مش كبرياء يعني، ما حدش يتهمني بالكبرياء، والله والله عمري ما كنت متكبر. انا لو طفل صغير صغير محترم بحطه على راسي، بحطه على راسي، بس ما احبش اشوف ناس افنديه محترمين بمؤهلات بتنافق. ما احبش النفاق. مش قادر تقول كلمه الحق اسكت، مش قادر تقول الحق ما تتكلمش. طيب نرجع اللي انا سميت الحلقه دي، على فكره هتاخدك كذا معيار، فتابعني للاخر لانها حلقه شامله هتعجبك، بس كملها للاخر ما تسيبهاش، لان من اول كلمه لاخر كلمه هقولها في الحلقه دي مهمه جدا، مهمه جدا. وبعد ما هسمع الحلقه لو كملت الحلقه وانا على الفيس، الاسئله اللي حد هيسالها لي انا هجاوبها، ايا كانت الاسئله، ايا كانت الاسئله. انا شايف اسئله الى حد ما ممكن تضحك يعني. طبعا انا شاكر جدا، انا الفيسبوك من امبارح لمن ساعه كده ما كنتش قادر يعني اكتب بوست فيه، وكان تقيل جدا جدا جدا. واشكر كل حبايبي اللي انا قلت لهم لو سمحتوا نكزة، عملوا لي نكزة كتير الحقيقه، هو ده اللي احيا الصفحه بتاعتي. عشان كده انا بعتبر انا مدين ليكم، وقلت طالما الفيس فتح والسبب في فتحه الناس اللي هي بتساعدني وبتؤمن برسالتي وبتؤمن بكلامي، لا انا حقي ان انا اقوم، مع اني صدقوني مرهق جدا يعني، النهارده كان في كذا مشوار مرهق جدا، قلت لا لازم الناس دي ليها واجب عليا ان انا لازم اوجه لها كلمه، اقول لهم شكرا الاول، وبعدين زي ما طلب مني كتير من حبايبي ان انا اعلق على بعض الاحداث اللي حصلت في الفتره السابقه. طيب نرجع تاني ونقول ليه انا سميتها دولة البقر؟ ليه انا سميتها دولة البقر؟ هبتدي كده من حاجة صغيرة قوي. واحد في كفر الدوار، راجل قبطي من ناس الغلابة، 55 سنة، عمره 55 سنة الراجل ده، ليه 300 جنيه عند واحد مسلم في البلد، أعمال تجارية مع بعض. ودايما نقول احنا يا جماعة يا جماعة يعني ايه، كونوا حبايب، بس ما تدخلش في تعاملات مالية مع حد أقوى منك، هيستخدم سلطته وهيستخدم فساد موجود في البلد انه يقهرك، انه يقهرك. هذا الشخص ليه 300 جنيه عند واحد مسلم، يا دوب رايح عند الراجل ده عشان يقول له 300 جنيه الظاهر اديك ما اديكش، قال لك بس خطفوه دخلوه جوه البيت، قال لك الراجل ده كان هي بينام مع الست، والحق وحبسوه في اوضه عشان يلموا عليه الناس ويعملوا فيه بلاوي. الراجل عرف ينط ويهرب ويجري، لكن طبعا نشروا الاشاعه على ان الراجل المسيحي ده 55 سنه، يعني معقوله واحد هيروح بيت واحده ينام معاها في بيتها؟ بالعقل، بالعقل يا اخوانا، حرام عليكم، حرام عليكم. المهم طبعا البوليس، بلغوا البوليس، الراجل اتمسك في طيب نخلص القضيه نعمل ايه، لجنه صلح بيت العار، بيت العيله اللي بيسموه بيت العار، اللي هو طبعا يعني احدث ما تفتق عنه ذهن الازهر، انه يعمل بيت عيله يجمع الناس عدل عشان لا هو مش عشان يحل مشاكل الاقباط ولا غيره، لا هو عشان يبخس حق الاقباط. مفيش مجلس عائله عمل مجلس العار ده ادى حق القبطي، ياما اتهجرت ناس
يا ما تهجرت ناس. انا بتجيني الافكار، انا بتكلم معاكم على فكره، يا ما تهجرت ناس من بيوتها عشان في واحد قبطي من الشباب ايه هو الشباب ده كاتب بيقول احنا رجاله عشان احنا ما هاجرناش. حبيبي عمرنا ما لومنا، احنا ما بنقولش ال 25 مليون قبطي في مصر هاجر ازاي، دي بلدنا، وعلى فكره كلنا هنرجع بلدنا تاني، كل المهاجرين هيرجعوا بلدهم تاني وهيستثمروا فيها في وضع احسن، وهنعيش في بلدنا في وضع احسن. فاحنا عمرنا ما سيبنا بلدنا، احنا مشينا او كل اللي ساب البلد سواء فتره او انا عن نفسي فتره وراجع، انا ما اعتبرش نفسي مهاجر، انما المهاجر ده اللي شخص بقى ليه 20 سنه واستقر لا، لكن انا هرجع. لكن انا بتكلم عن اخواتي اللي سافروا من 30 سنه و35 سنه واستقروا بره مصر، سافروا وجواهم جوه قلبهم مصر، جوه قلبهم مصر لغايه الان بيفتحوا يحضروا افلام نجيب الريحاني واسماعيل ياسين ويسمعوا ام كلثوم وفيروز ومنسوش اهلهم، بالعكس ده جواهم محبه لاهلهم وعينيهم بترقرق بالدموع لما تيجي سيرة مصر وحب مصر. حب مصر لا ينتزع منا لأنها جزرنا، دم جدودنا فيها جزرنا، ما نقدرش مهما لفينا. لفيت الدنيا يعني، شفت دول كتير جدا، بس مصر 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 حاجة تانية، أيا كان البهرجة في أي دولة تانية، إحنا مصر بالنسبة لنا حاجة تانية. المهم بعد ما اجتمع مجلس العار، والغريبه ان في مجلس العار ده كان في اعضاء مجلس الشعب، لازم يحط لك اعضاء مجلس الشعب ومنهم مسيحيين، وفي وجود اعضاء مجلس الشعب المسيحيين اتحكم على الراجل ب 100,000 غرامه خفضوها له 50,000، وبعد كده بقره يذبح بقره، عشان ذبح البقره ده معناه انه متصالح ومش هيرجع يشتكي حد. يقال انا ما اعرفش بقى تطورات القصه ان الراجل ده تم الافراج عنه ب 10,000 او حاجه زي كده، بس البقر اتاخدت يعني وكده. يعني ايه حكايه البقر دي بقى واحنا في الالفيه الثالثه؟ ايه بقر دي؟ زي ما قبل كده برضه في حكايه في كنيسه في اسكندريه وكلام من هذا القبيل، وعملوا مجلس و و و و قال لك عجل يتذبح. احنا بنرجع لورا ولا بنتقدم لقدام؟ وبعدين فين دوله القانون؟ فين دولة القانون يا سيادة الرئيس السيسي؟ فين دولة القانون في دولة المهزلة؟ طيب هل كلمة بقر لما نقول دولة البقر احنا بنغلط في حد؟ لا 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 لا، ليه؟ ده البقرة مقدسة في الهند، ده في ناس بتقدس البقرة في الهند، محدش يفتكر ان احنا لما نقول دولة البقر او نقول ناس زي البقر يبقى احنا بنغلط في الناس دي. لا لا لا، مقصودش خالص، خدوها من المحمل الثاني بتاع تقديس البقره. تقديس البقره زي ما كانوا بيقدسوا البقره في 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 الهند كده، بقره الحلوب. ويمكن ده برضو انه كان يقول لك مصر زمان لما احتلت كان يقول لك دي زي البقره بنحلبها. فبقره بنحلبك يا قبطي. ممكن كمثال عايز افكرك انك انت كقبط مالكش حق في البلد. 300 جنيه اللي انت رايح تطالب بيها. احنا ال 300 هندفعك مكانها 50,000 وعليهم بقره عشان نحلبك كل يوم. مدى الاستخفاف والسوقيه من البقر في دوله البقر المقدسه. دوله البقر المقدسه. طيب دي بدايه، بس هل هو ده موضوعي؟ لا، هو البقر بس يعني بيتحلب ولا البقر فكر؟ يعني يقول لك البقر لما بيخرج بيخرج في اسراب، يعني زي اي سرب قدامه واحد يمين يمين شمال شمال، بقر ماشي، غنم ماشي، تساق تساق، تغمي عينيها في ساقيه تقعد تلف، لا شايفه يمين ولا شمال بتلف، ده البقر. طب عايزين نلقي كده نظره، هل يتم التعامل مع الشعب على انه بقر؟ من القيادات من الحكومة. تعال
تعالوا كده نشوف اللي حصل في الفترة الأخيرة بعد الانتخابات ونزل القبيل. هبتدي بس معاكم بحاجة وصلة للحلقة اللي فاتت. يمكن أنا لما طرحت الحلقة اللي فاتت وبقول كنت بتساءل هل الرئيس السيسي هو مدبر للأحداث الإرهابية في مصر؟ أنا كنت بتساءل، أنا ما كانتش عندي إجابة. الحلقة اللي فاتت كانت كلها عبارة عن تساؤلات ممكن نكون احنا مخطئين فيها، ممكن نكون احنا مش صح، ويكون الراجل ملاك من السماء منزل زي ما قال الأنبابولة، قال أنا شفت المسيح داخل، أو زي ما قال أبونا مكاري قال لك مكتوب في سفر أشعي، أو زي ما قال زي حواس ده زي حورس. أقول إيه بس؟ يعني ممكن أنا أكون مخطئ. يعني ازاي يعني في ناس كتيرة قوي ماشية في اتجاه بتقول لك ده راجل كده وانا ابقى مخالف؟ هل الداتا اللي انا عندي انا واثق منها؟ لا، انا مش خبير ولا شفتش الورق ده طلع منين. سنة الورق ده شفته على الانترنت وطلعناه من الانترنت وديناكم اللينك بتاعه اللي مثبت وعليه اختام مخابرات حربية وعليه اختام وزارة الدفاع وهذا القبيل، وبنقول لكم الورق ده صح ولا غلط. طبعا ما فيش حد طلع رد علينا لا صح ولا غلط، فاحنا بنظل في شكوكنا مش عارفين صح ولا غلط. لكن سبحان الله انا يا دوب عملت الحلقه دي في واحد اول يوم في السنه، تطلع بعد كده التسريبات بتاعت مكالمات الوكاله مكالمات المخابرات الحربيه، النقيب اشرف بتاع المخابرات الحربيه هو بيكلم بقى المذيع عزام، وهو بيكلم جابر القرموطي، وهو بيكلم يسرى، وهو بيكلم عفاف شعيب، وهو بيكلم مفيد فوزي. طلعت بقى حاجات كتير قوي قوي، ومن ضمن الكلام اللي كان بيقوله النقيب اشرف هو بيتكلم مع عزام دوت، بيقول له يعني الفريق شفيق هيتنازل على الانتخابات، راجل تمام ومحترم ومية مية وقيادة حربية وهيتكرم، هيختلف معانا السيديهات بقى وهنفشخ امه. أنا آسف في الكلام ده، بس هو اللي ده اللي اتقال على لسان الراجل. وبعدين على حاجة تانية، أصل الجماعة بتوع العامة قال كذا، قال كلمة وحشة قوي على المخابرات العامة، قال لك بيسانتو شفيق. ده معنى كده الكلام دوت اللي هو طلع في التسريبات ديت اللي هو نيويورك تايم أفتكر طلعته، ونيوز ويك أفتكر، ان المخابرات نقيب المخابرات الحربيه بي 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 بيغلط في المخابرات العامه وبيقولهم الكذا بشتيمه. طبعا ما توصلش ان انا اقولها بقى، يعني معلش انا كبير المعارضين اشيلوا النقطه، لكن شتيمه زي كده ما اقدرش اقولها. فده معناه ان في اختلاف ما بين المخابرات الحربيه والمخابرات العامه وجهازين في الدوله، وده خطر كبير. ازاي جهازين في الدوله يبقى فيهم بينهم كده؟ وخصوصا انا عن نفسي، انا يعني اصلا انا من الناس المتابعين بقى الجمعه الشوان ورأفت الهجان، كنت اقعد اسهر واحب الموسيقى بتاعت يعني الحاجات دي بحبها قوي كنت. فانا بحب المخابرات العامه المصريه بتاعت بلدي، دي مخابرات بلدي اللي هي بتامن بلدي وبتحرس بلدي وبتحافظ على كل شبر من ارض بلدي وبتسعى انها تمنع اي مؤامرات ضد بلدي. فانا بنتمي لده، بنتمي لمصر، وبالتالي بحب المخابرات العامة، لأن أغلبية المسلسلات اللي اتعملت زمان عودونا على كده، إن احنا نحب المخابرات العامة. ألا فده قال لك ده في خلاف ما بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية. طيب أنا قلت يعني ممكن يكون دي متفبركة، لا مصر طلعت قالت لك لا دي متفبركة، كل الكلام ده متفبرك ومش صحيح. نفاجأ بعد ده إنهم شالوا خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وطلع قال لك أصل هو شعر بوعكة فقدم استقالته، فقبلناها وأصدرنا تسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لسيادة اللواء عباس كامل. مش منطقية، هو يعني ما جاش العاية غير بعد التسريبات، وبعدها مفيش ده خلال أسبوع ما عداش وتشال الراجل بتاع خالد فوزي. طب واللي اتشال ده مفيش احاديث تتعامل معاه؟ سلامتك يا سيد خالد اللي تعبك، مفيش، محدش سامع عنه حاجه. فين عم خالد؟ مفيش، زي اللي هو مراد مواف
راجل محترم اللي هو مراد موافق اللي كان مدير مخابرات. الراجل ده مره واحده كده اتسحب ما نعرفش هو فين، اللي هو مراد موافق. يقول لك 160 من قياده المخابرات العامه اتشالوا. طب ليه يا جماعه؟ جهاز بالتاريخ ده وجهاز كمان مفيش تعامل دايركت بينه وما بين الشعب، يعني ده بيحمي البلد، يعني بيراقب من بعيد، والشعب ما اشتكاش منه ابدا، عمره ما اشتكى من المخابرات العامه. يعني ايه اللي بيحصل؟ عايشين؟ لا، انت المفروض تصدق اللي احنا نقوله لك. يعني اللي يقول النقيب اشرف يبخه العزام، عزام يبخه لك، انت المفروض زي البقره تصدق، زي البقره تصدق، ما تشغلش دماغك، مش مطلوب انك تشغل دماغك. وده بيفكرني بمسرحيه كده اوكي باحمد السقا، مش احمد السقا هيترشح ل في 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 فيلم سري جدا انه يمثل شخصيه الرئيس السيسي. انا فكرني برضو باحمد السقا في مسرحيه كده اوكي لما كان بيحاول يمسح كل المعلومات اللي في دماغ بروطه، يعني يقول له مذبحه حتشبسوت 86 في باريس، يقول له مذبحه حتشبسوت في باريس، قال له اه باريس ازاي؟ هي مش في الاقصر؟ قال له اه بس الاقصر في باريس ازاي؟ ما هي اتنقلت. المفروض تصدق ان الاقصر اتنقلت. وبيحاول بقى احمد السقا مفتيح يقنع بروطه اللي هو هاني رمزي بان اليوم 48 ساعه، نص يعني نص اليوم 24 ساعه، اليوم 48 ساعه، وان الاسبوع بقى اتمون وفي يوم تامن، وان كوكب الارض ما اسموش كوكب بقى كوكب، وال160 قاره مش سبع قارات ده. يعني انت ممكن يحصل لك مسح لمعلوماتك. احمد السقا بيحاول يمسح معلومات بروطه ويديله معلومات جديده، ويقول له حتى اسوان وادفو بقوا تبع باريس، اخدوا بيجو واستقلوا تبع باريس. بس الحقيقه شكلنا كده هنصدق بروطه وهنصدق مفتاح، لان خلاص دلوقتي تيرانو سنافير ما بقتش مصريه. اخدت جمل وراحت للسعوديه، زي ما في مسرحيه كده اوكي ادفو اسوان اخدوا بيجو وراحوا لفرنسا، ويمكن كمان بكره سينا تاخد لها ناقة وتروح لفلسطين. فكده اوكي انك يتعمل لك غسيل مخ من مجموعة زي عزام زي غير عزام. صدق اللي احنا بنقوله لك، واي حد يقول لك غير اللي احنا بنقوله لك ده يتحاسب. طيب المعلومات اللي انا بقولها دي انا واثق منها؟ لا، ممكن يكون كل ده لعب عليا وانا نايم في التكييف ومش واخد بالي يعني. طيب نرجع كده نشوف، يقول لك اشوف كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. احب اسمع عن الرئيس، عن الرئيس السيسي لما قال لك زمان، قال لك لا ثوره تاني ليه؟ انت لو ما عصتنيش اول ما تفكروا تنزلوا انا امشي، تنزلوش انا اقول سلام عليكم. طب نشوف كده، احنا ما حدش قال لك امشي، بس في ناس حبت تنزل في انتخابات مباشره. فريق احمد شفيق لما اعلن، افتكر يعني فريق احمد شفيق مش يعني مش هيطلع ويعمل حلقه ويقول انا نازل ترشيح لرئاسه الجمهوريه، واول ما يتخطف يتخطف ويجي على مصر يحس ان هو مش قد المسؤوليه دي ويعمل اعلان، والله انا حسيت اني مش قد الشغلانه دي، فاسف يعني ما يسيبها. مين العبيط اللي هيصدق بقى ان فريق احمد شفيق بعد ما ترشح وزي ما اتقالوا كده اتاخد في عربيه ونزل على حته متحدد مكان اقامته وعمل لقاء او اتنين وسابوا له عياله هناك في الامارات بعاد عنه عشان يتم التحكم فيه، يا اما تعمل اللي احنا هنقول لك. وزمان النقيب اشرف وافق انه يتنازل، هيبقى راجل تمام وكفاءه وهيتكرم والراجل بتاعنا برضه، ولو عمل كده ولا كده زي ما قال. طب دي دولة ديمقراطية فيها حرية وحرية رأي؟ انت عندك شعبية كبيرة وسط الناس. افرض احمد شفيق
نزل، مش واثق في نفسك انك هتفوز عليه؟ طب عنان، كل الناس قالت لك عنان ده راجل ده تبع الاخوان، ده بعد طيب يعني تبع الاخوان، دي حسيتوها دلوقتي ولا من زمان؟ طيب بعد ما ترشح عنان وطلع، ابتدت بقى تظهر ان عليه مخالفات وانه عمل كذا وكذا 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 غلط. طيب الحاجات اللي عليه الغلط، وسيادة الرئيس طلع في حلقة يقول مش هسمح لحرامي فاسد يقرب من الحكم. طب يا سيادة الرئيس مصدقينك حضرتك ما حسبتوش ليه لما حرامي وفاسد؟ هل بكلامك ده حضرتك بتقرر انك كنت متستر عليه طول الفترة دي؟ كنت متستر على واحد حرامي وفاسد سايبه؟ ما حسبتوش ليه في دولة الشفافية، في دولة القانون اللي كل انسان هيتحاسب فيها؟ ليه بس افتكرت له ده لما ابتدى يترشح؟ قال لك لا، ما لسه على خدمة، على قوة الجيش، مفروض ما يترشحش. طبعا هو قال لنا في تصوري يعني انه الفريق عنان هيطلع عادي، بس يكون عدت وقت لم التوكيلات وكلام من هذا القبيل وبح ملوش دور، وقول له مع السلامة روح، مش هيعمل له حاجة. بالنسبة برضو القنصوة دوت اللي هو كان عقيد في الجيش، قال لك اتحكم عليه بست سنين سجن. ليه؟ قال لك عشان يترشح هو لابس البدلة العسكرية. طب ما الرئيس السيسي ساعة ما رشح نفسه وموجود الفيديو بتاعه كان لابس البدلة العسكرية. واحنا بننسى ولا ايه؟ الفيديو موجود وكل موجود، الراجل كان لابس البدلة العسكرية. كفر بقى الراجل قنصوة، ولا اللي يمشي على الرئيس السيسي ما يمشيش على قنصوة وياخد الراجل ست سنين سجن؟ ليه؟ عشان حاول يمارس حقه كمواطن ويترشح قدام الرئيس. يجي واحد مغمور يترشح، الرئيس يخاف منه او ما بيخافش منه؟ اعتقد يعني الاجهزة التحتية خايفة منه. خايفة منه ليه؟ ده راجل مغمور لا احد يعلمه ياخد ست سنين سجن؟ ده عدل في دولة العدل؟ طبعا يعني انا موضوع المخابرات وموضوع قلقني بصراحة، وموضوع برضو ان في جنرالات قديمة في خلاف مع رئيس السيسي كما يقال، الله اعلم. ويقال ان كمان ان جهاز المخابرات العامة يعتبر اتصفى خالص، والمسيطر على الساحة دلوقتي جهاز المخابرات الحربية ويعتبر بخ. ده يدل على ان في ناس في غليان في مصر، وده مش حلو في المسيرة اللي احنا ماشيينها. في المسيرة اللي احنا ماشيينها مش حلو، ان البلد تنقسم على بعض ويبقى في انقسام كده يعني في قلق كده، في توجس. طيب حتة تانية غريبة، سيادة الرئيس السيسي والإفراج عن الإرهابيين. يعني يجي عيد الأضحى يفرج عن الإرهابيين، يجي عيد شرطة يفرج، مرة 300 مرة 200 مرة 1000، ولا مرة في الإفراجات دي يفرج عن حد مسيحي خالص. طب ما عندناش حد مظلوم؟ عندنا، ودليل براعته مثبت عندنا. جرجس بارومي الراجل اللي الطب الشرعي متهم باغتصاب بنت، والطب الشرعي اثبت انه ما يعرفش، عنده عنة جنسية، انا اسف يعني مش راجل، ما يقدرش يمارس جنس، ومع ذلك مسجون ليه كام سنة؟ كتير قوي. فكرش الرئيس السيسي ابدا يفرج عن الراجل ده الغلبان اللي ما بيعرفش؟ حرام عليكم. دموع المقهور وقهرة المسكين والغلبان
ده صرخة المظلوم تتهزلها سبع سماوات، سبع سماوات. أبونا بولس الرياني، الراجل اللي قارب على 70 سنة عمره، اللي مرمي في السجن، فكرش حد كده، فكرش البابا يقول لك فيا الراجل ده استوى، احنا تربى كده وخلاص كفايه يطلع، ولا البابا ملوش طلبات خالص، ما بيطلبش ولا حاسس بالناس ولا حاجه، اهم حاجه يبقى متامن هو والمصفحه بتاعته ورايح وجاي ويغور الشعب. ليه كده؟ ليه كده يا قداسه البابا؟ اللي انا واثق انك هتسمعني والفيديو بتاعي هتسمعه اول باول، شكلك قدام شعبك هيبقى ايه يا قداسه البابا؟ حبيبك الرئيس السيسي اللي بتبوسوا بعض في الاعياد وبيجي لك في الكاتدرائيه، مش قادر تقول له يعني. انا افتكر في يوم من الايام كنت في مستشفى ابو سمبل، الكلام ده سنه 92، وكان ليا صديق مأمور، مأمور صاحبي الله يمسيه بالخير، كان من سوهاج. المهم احنا عشان كنت ماسك ساعتها مدير المستشفى بتاعت ابو سمبل السياحي، فمره معدي كده فجاني ولد شاب كده بيقول لي يا دكتور رجيه اتوسط لنا عند المأمور جوه، في واحد واخدينه في الحجز ورامينه وعايزين يعملوا له قضيه، توسط لنا عنده. قلت لهم حاضر. المأمور كان راجل حلو 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 يعني، مسلم مش مسيحي يعني. فدخلت معاه بتونس معاه، وانا وبعد ما قعدت معاه القعده بتاعتي وشربت الشاي بتاعي، فبقول له ما عليك في واحد هنا اسمه كذا 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 محجوز. قال لي يهمك امره؟ قلت له يا ريت، واد غلباني. قال لي خده معاك وانت طالع. والله طلعت وانا واخده من المركز، طلعوا معايا المأمور لاجل خاطري. طب انت يا قداسه البابا مالكش، انا يعني انا قد كده اهو، انا قد كده اهو، وراجل مأمور بسيط عمل معايا خدمه، انت مالكش خاطر عند سياده الرئيس تقول له والله عندنا جرجس برومي، عندنا ابونا بولس عيب، ده راجل كبير كاهن لابس جلابيه سودة. نيجي بقى الافراج عن الارهابيين، حاجتين بخاف منهم انا، فكلمه كلمه مش الاكشن نفسه، كلمه الكلمه فتح معبر رفح، والكلمه الثانيه الافراج عن الارهابيين. المتلازمتين دول فتح معبر رفح والافراج عن الارهابيين معناها بعد الافراج هتحصل اعمال ارهابيه في مصر. عشان ايه؟ عشان لما تحصل اعمال ارهابيه يقول لك اللي افرج عنهم الرئيس اول امبارح، شوف بيوديك لفين، ياخدك لاتجاه تاني. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فات بقى عن الموضوع ده وتوسعنا وشرحناه بالكامل، مش هرجع اشرحه تاني. فكلمتين فتح معبر رفح معناها هيحصل عمل ارهابي، افراج عن ارهابيين معناها هيحصل عمل ارهابي. بس شوف سبحان الله، الاعمال الارهابيه دي لا يمكن تحصل لما يكون الرئيس عامل مؤتمر، مؤتمر في شرم الشيخ، مؤتمر في أي حتة، تبقى الدنيا هادية هادية. فيما عدا ذلك بتحصل العمليات الإرهابية. طيب في كلام كبير طالع على النت اليومين دول، يعني قال لك إيه؟ قال لك الرئيس السيسي ما بيحترمش حاجة في القوانين، وبيكسر كل حاجة، كل حاجة بيكسرها. يعني هقول لكم مثال، مثلا أنا السيد البدوي طالع، يقول لك السيد البدوي ده أساسا عليه أحكام موقوفة يمكن سجن 30 سنة. وشيء غريب يعني، السيد البدوي ده اللي بيترشح بيقول حاجة غريبة، بيقول لك أنا مش بترشح معناه أن الرئيس السيسي سيء، لا الرئيس السيسي ده راجل كويس جدا جدا، وانا في الانتخابات هديله صوتي. طيب لما انت في الانتخابات هتديله صوتك، مترشح ليه يا حيلتها؟ طبعا انت بتعتبر اللي حواليك دول بقر. ما انا قلت الحلقه نخليها دوله البقر عشان يعني ايه؟ ما هو إيه؟ يعني التعامل مع الناس بيتعاملوا معاهم انه بقر. انا مترشح في الانتخابات وانا المترشح هروح ادي صوتي للسيسي؟ ازاي؟ عروستي. لا بس هو طبعا مش هيطلعوا له قضايا، ده راجل تبعنا خلاص، هيطبل لنا خلاص، احنا نتاوي كل حاجه عليه.
ممكن طبعا الناس بعد ما اثارت دلوقتي الفساد والقضايا وعليه 30 سنه وكلام، ممكن بعد ما تحصل الانتخابات بقى وخلاص وتمام ويخسر السيد البدوي يقول له معلش احنا افتكرنا عليك كام قضيه بس عشان الراي العام، تعال خد لك كام شهر في ابو عقرب ولا حاجه زي كده. طيب الحاجه الثانيه، قال لك تيرانو صنافير راحت، رغم ان القضاء المصري قال تيرانو صنافير مصري، والاخر لحظه القضاء المصري قال تيرانو صنافير مصري. ده بيفكرني برضو بخالد علي، ان خالد علي من الناس اللي كانت مترشحه في الانتخابات وكان مصر على مصريه تيرانو صنافير، وفي اعلان كده يعني رفع ايده رفع صباعه، يعني هو عايز يرفع صباعه بيكيد في الناس لا اكثر ولا اقل، فسموه ابو صباع. برضه لما نزل الراجل للانتخابات عشان يرشح نفسه كرئيس للدوله، لا يقول له، قال لك ده اخواني. اخواني ازاي؟ قال لك اصل كان معاهم ازاي يعني؟ ده راجل محامي بيترافع عن اخوان، افرض بيترافع في قضايا عن اخوان يبقى اخواني؟ طب عندكم نجيب جبرائيل المحامي المسيحي القبطي المعروف، نجيب جبرائيل ثلاث ارباع قضايا اخوان مسلمين، بيدافع عن اخوان مسلمين، يبقى مسلم؟ ده شغل. يبقى اخوان مسلمين؟ ده شغل، ده بزنس. فيقول لك طيب ما خالد علي ده في قضايا لمسيحيين، وقف مع ناس مسيحيين في حاجات كتيره جدا جدا، فليه بقى زي ما الدوله عايزاك زي يعني بتتعامل معاك كبعر توديك الاتجاه خالد علي يبقى تمشي وراه، خالد علي يبقى. عموما الراجل خالد علي اول ما شاف اللي حصل لسامي عنان قال لك الله، لما رئيس اركان سابق زي سامي عنان يتعمل معاه كده امال انا هيتعمل فيه ايه؟ جابها كده اشترى نفسه راجل قال شكرا وانسحب. طيب احنا قلنا تيرانو صنافير خلاص، يعني الرئيس ضرب بكل الاعراف عرض الحائط وابتدى يسلم تيرانو صنافير والقضاء بخ ما لوش اي لازمه. الحاجه الثانيه اللي اتكلموا عنها قريب ودي انا مستغرب لها، لان هو في كلامه بيقول الرئيس عايزين نعمل منطقه معزوله عند مطار العريش 5 كيلو من كل الاتجاهات، 5 كيلو من هنا وخمسة كيلو من هنا وخمسة كيلو من هنا وخمسة كيلو. ففي ناس بقى بيفهموا في الهندسة، أنا مش قد الهندسة، حسبوها قال لك الخمسة كيلو من هنا دي هتوصل في شريط كمان تاني مش عارف بطول 15 كيلو بعرض كام، ده أساسا معزول، فلو انضمت المنطقة دي على المنطقة دي بالظبط المسافة اللي عايزها إسرائيل لإقامة وطن للفلسطينيين في سيناء. هل ده مخطط الرئيس انه هينفذ فعلا المخطط الدولي انه يجعل وطن للفلسطينيين في مصر؟ يقول لك الله، هو الشعب هيسكت؟ طب يعني هو الشعب عمل ايه في تيرانو صنافير اللي هو اهم ممر مائي؟ زي ما شرب تيرانو صنافير هيشرب التاني، واعتقد بعد كده الرئيس ممكن ياخد طيارته يسافر على اي دولة ويبقى ملك هناك، ما فيش اي مشكلة، خلاص حقق المطلوب، يعني ما مش قصة يعني. ده الله اعلم الكلام ده حقيقي ولا لا، احنا بنقول اللي بيقولوه، دي التكهنات اللي انا قلتها دي قالوها الصحفيين وقالوها الكتاب، حقيقي مش حقيقي الله اعلم. البروسيدير ده هيتنفذ؟ هيك هتشوفوا، هنا قاعدين بنتفرج. تيجي بقى للحلاوه، حلاوه الشوكولاته. النهارده سمعنا ان الازهر حذف تونس من الدول الإسلامية، يعني الدول الإسلامية ما فيهاش تونس، تونس مش دولة إسلامية. قال لك ليه؟ قال لك يعني في الفترة الأخيرة تونس بتدرس إلغاء المهر في الجواز، يعني في الجواز المهر اللي بيدفع ودي حاجة سنة ومش عارف إيه فهتلغيها. فقال لك لا، ده قبل كده قال لك واحد مسيحي يتجوز مسلمة ودلوقتي إلغاء المهر، لا دي دولة غير إسلامية. طب هي يعني ايه ملكات؟ يعني هل مثلا الازهر ده نفهم من كده ان الازهر ده دولة الخلافة؟ ومن الازهر دولة الخلافة بقى امير المؤمنين هنا في الازهر، والدول العربية دي تبع الخلافة، وان الدولة اللي ما تنسقش لتعاليم الازهر بيخرجها من دول الخلافة، فخرج تونس من الازهر؟
هم التوانسة عاملين فرح النهاردة يعني بصراحة، يعني فرحانين جدا وبيرقصوا. أزهر مين؟ لا عايزين أزهر ولا قصر أزهر، هم مرتاحين كده وناس متقدمين وعلمانيين وعايزين دولتهم علمانية. بس ده مش بيفكركم بحاجة؟ طب ليه لما محمد بن سلمان ملك السعودية بقى أو ولي العهد لغى الأحاديث اللي حس إنها إرهابية، راجل يشكر أمير محترم متفتح والشعب والشباب بيحبوه جدا جدا جدا، قال لك إحنا عايزين ننفتح على العالم، عايزين ننفتح على العالم وعايزين ننفتح على الأديان ونبقى متحضرين وما نعاديش الدنيا كلها، كلام جميل جدا. وقال لك الأحاديث اللي بتدعو للإرهاب وتدعو لكراهية الآخر نشيلها. ليه بقى شيخ الأزهر ما اتكلمش؟ ليه الأزهر ما اعتبرش السعودية خرجت من الدول الإسلامية؟ ليه؟ طبعا كل دولة ولها وزن، في دولة تقدر تقف قصادها وتتكلم وفي دولة ما تقدرش تتكلم معاها، في دول بتأكلك وفي دول بتأكلها، وهي كده الدنيا ماشية كده. لكن أنا متوقع خير، أنا متوقع خير، ونتمنى الصحوة اللي حصلت في تونس أيا كان تحصل في مصر مستقبلا يعني. نيجي بقى نتكلم عن شوية أحاديث حصلت في الفترة الأخيرة عن البابا. وأنا ذكرت حكاية إن البابا مقصر تماما في عدم الإفراج، في عدم الإفراج عن أبونا بولس الرياني وأبونا جرجس برومي والأخ جرجس برومي، وعدم المطالبة بفتح الكنائس المغلقة وحاجات كتيرة قوي مقصر فيها البابا. وبصراحة يعني أي مسيحي، يعني سيبك من القصص اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، يعني كل اللي قلناه وتسريباته غير تسريباته ومستنداته غير مستندات دي تكهنات مش حقيقي، لكن على أرض الواقع هل الرئيس السيسي مقصر مع الأقباط؟ 100% 100% مقصر مع الأقباط. ما تقوليش جالي في الكاتدرائية وما تقوليش بنادي الكاتدرائية، جالي في الكاتدرائية ده شو إعلامي، بنالي كاتدرائية ما دفعش فيها قرش، اللي دفعوها قال سويرس وجزء من روسيا جاي كله بتمنه، البونة بتمنه، لكن فعلا حقوقيا عمل حاجة للأقباط؟ ما عملش. شال المناهج اللي بتدعو للكراهية من الأزهر؟ لا ما حصلش. شال بيت العيلة وطبق القانون وقال لك كل واحد ياخد حقه؟ ما حصلش. عين وزراء مسيحيين في الوزارات المهمة أو غير المهمة؟ ما حصلش. هي واحدة بتطبل في أي حتة. رفع الظلم عن الأقباط، فتح لهم كنائسهم؟ ما حصلش. رفع ملف بناء الكنائس من الأمن مثلا وخلاه تبع جهة سياسية محترمة، احنا مش حرامية مثلا؟ ما حصلش. طب احنا نحس يعني بالاطمئنان امتى مع الرئيس؟ امتى مع الرئيس؟ سيبك من الانتخابات، انا مستعد انتخبه مدى الحياة، انا مش فارقة معايا انتخبه مدى الحياة، مش 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين زي ما هما بيقولوا. لا لا انا انتخبه، اديني حقي يا اخي، اديني حقي، اديني حقي في المواطنة السليمة، اديني حقي في الوظائف، في كل، ما فيش حاجة اسمها وظيفة تخلو من قبطي، اديني حقي في الوزارات، اديني حقي ان انا اكون محافظ، اديني حقي في ان انا اكون استاذ جامعه، اديني حقي في الشارع في اي قضيه، ما تعمليش بيت عيله ياكل حقي، اديني حقوقي. ابصلك بالعشره اقول لك مدى الحياه يا سيدي، انا عايز ايه؟ انا ما عمري ما هيكون ليا يعني رغبه ان اكون رئيس جمهوريه، ولو ان ده حقي برضه، حقي ان انا اطالب ان ممكن يكون نائب رئيس الجمهوريه مسيحي، ليه لا؟ او رئيس وزراء مسيحي، ليه لا؟ دي الدول المتقدمة، ما انت بتعمل ده بتطالبه ده من دول اوروبا، اشمعنى انت بتطالبه لنفسك وتمنعه عني؟
انا اي قبط يقول لك ان الرئيس مش مقصر في حق الاقباط يبقى معار يعني اللونهري من عالم البقر اللي يقول لك مش مقصر. لا مقصر، انت ساكت عشان ما فيش حاجه وصلتك، براحتك شويه شويه هتجيلك. دولة الظلم دي ما فيش حد بتقف عنده، تروح للكل. البابا بقى ما اتكلمش عن افراج عن السجناء ومش هيتكلم، بس احلى حاجة انه اخر مرة اتكلم على ان الرئيس السيسي غطى الاحتياجات الخمسة للانسان، يعني عمل مشاريع عشان يغطي احتياجات جسدية، عمل حاجات تنمويه عشان يغطي مش عارف ايه، ويغطي روحيه ويغطي مش عارف، المهم احتياجات خمسه. طب انت بتتكلم عن انجازات الرئيس دي يا سيدي الاستثمار، مش انت قلت ان السياسه نجاسه والدين لو دخل في السياسه يتنجس؟ ما انت اخر تصريح النهارده بتقول نحن لا نزكي احد من المرشحين، نحن لا نتدخل بالسياسه ولا نزكي احد من المرشحين. النهارده قلتها لا نزكي احد من المرشحين. طب ازاي لا نزكي احد من المرشحين والراجل بتاع ازهر عصور ده بيغطي الاحتياجات الخمسه؟ ده بيغطي الاحتياجات الخمسه، هي دي مش تزكيه؟ هو في حد من باقي المرشحين هيعرف يغطي الاحتياجات الخمسه دي غير بتاع ازهر عصور؟ دي حاجه. وبعدين بيسالوك في حوار، يعني حوار كده دندشه، وظهر انت لما بتكون قاعد مع الجماعه دول بتنسى نفسك او بتنسى انك بابا الاقباط اساسا، ودورك كبابا، وانك انت اساسا راهب، انت اساسا راهب يعني. فبتقول انك كنت بتجمع النكت بتاع صلاح جاهين وتقراها من الاهرام، الكلام ده كان في مبنى الاهرام، ودي جريده عريقه تمام، احنا معاك انها عريقه على فكره. جريده الاهرام دلوقتي اللي ما فيهاش مسيحي ما فيهاش مسيحي، لا في رئاسه التحرير ولا في الكتاب، دي اساسا جريده لمؤسسينها مسيحيين، مؤسسينها مسيحيين اتشالوا اللي انت بتبجل فيها. كنت بتجمع نيافتك نكت صلاح جاهين وتحطها مع بعض، وفي وقت الضيق كنت ايه تقراها، كان بتخفف عنك. انا علماني لا انا راهب ولا قسيس ولا شماس، بس في وقت الضيق كنت بطلب ربنا، كنت ادخل اصلي اطلبني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، دي آية اعتقد كده، آية اطلبك في وقت الضيق انقذك فتمجدني. كنا بنعرف مزامير داود، كنا بنعرف سير القديسين، كانت بتخفف عننا. صلاح جاهين انا بحبه ككاتب وكاتب اغاني، وفي الليله الكبيره كتب اشعار وانا بسمعه، بس بسمعه للتسليه كراجل علماني، راجل علماني مش راهب. لكن الراهب ده بيولع شمعه، يقف يصلي قدام ربنا تتفتح له الدنيا كلها. هل انت بتختار الكلام يا قداسه البابا حسب ديانه اللي حواليك؟ يعني قاعد مع مسلمين يبقى صلاح جاهين، طب لو قعدت مع فنانين هيبقى عادل امام ولا سوير زكي؟ ما اعرفش. بنعسر قداسه البابا مفروض انك انت بيحطوك عشان تجاوب على الاسئله الصعبه، والاسئله اللي بتسال ليها دي اسئله خايبه اساسا، دي اسئله خايبه مش صعبه، ومع ذلك انت بتزحلق فيها، بس انت بتزحلق فيها ما بتاخدش بالك انك انت بتزحلق شعب وراك، في شعب وراك بيسمعك بتقول ايه. طب ايه الهدف نيافتك لما يعصر الشعب بسببك؟ في ناس كتير بتقول ما لناش بابا دلوقتي، احنا ما عندناش بابا، في ناس لغايه دلوقتي بقى على الفئه، انا ما برضاش الكلام ده وعيب ما يصحش يتقال، بتقول ما عندناش بابا لغايه دلوقتي، ما فيش بابا. طب ده كلام؟ الصمت جميل على فكرة وليه هيبة، الصمت جميل وليه هيبة، يعني الشخص الصامت ده اللي ما بيتكلمش ليه هيبة، بيتسمع. البابا كيرلس كان ليه هيبة،
ما كانش يتكلم كتير، كان ليه هيبة، لكن الكلام كده يعني ما يعني كلام مش مملح، يعني كلام مش مملح. في حاجة يعني أنا افتكرتها دلوقتي، رجال الدين دايما يحبوا يقلصوك ما تتكلمش. أنا دخل لي راجل دين من كام يوم، أنا لسه قابل صدقته من 3-4 أسابيع، هو في حتة في البحر الأحمر، ما فيش يعني 3-4 أسابيع. أول تعليق داخل بنقة قداسة البابا في حكاية الخمسة دي، الاحتياجات الخمسة اللي قال قداسة البابا لما قال رئيس السيسي بيغطي الاحتياجات الخمسة، كنت منتقده فيها، فدخل يقول لي عيب عيب، وانا عندك في مدارس الاحد هتقول لي عيب؟ انت تقيم كلامي، هل اللي قاله البابا ده صح ولا غلط؟ انما ما تقوليش عيب، روح قول له هو عيب، روح قول ده. بيذكرني بحاجه حصلت في سنه 2010، فواخد 2010، انا كنت مسكت رئيس قسم في شهر 5 2010، رئيس قسم الباطنة في المستشفى يعني. فحصلت في منطقة دير، كان طالع أتوبيس يعني أعتقد ميكروباص كبير طالع من دير زيارة، والميكروباص نزل في الترعة، أو الأتوبيس نزل في الترعة، ما كنتش معاهم. المهم حادثة، كان في طلبة وطالبات وستات وغيره وكهنة معاهم، نزلوا الترعة، اللي اتعور اللي حصل له كسر اللي فأنا كنت موجود في المستشفى، وبعدين بصيت لقيت يعني الناس قاعدة واللي نايم والكلام من ده، وفي ناس فيهم كسور متحولين من المستشفى لمستشفى تاني عشان المستشفى التانية فيها عمليات الكسور، وأغلبيتهم كلهم عملوا لهم تحويلات. أنا داخل طالع لقيتهم قاعدين متجمدين، طبعا في ناس سمعت بالحادثة، من ضمنهم أسقف من الأساقفة، جه أسقف صديق لي حبيب لي يعني. المهم انا بسال ايه الحكايه، في ايه؟ فالاسقف بيقول لي مش عارف ايه اللي مأخر الدنيا. فانا رحت كده رايح على اوضه المدير، فلما بيكون في وكيل نيابه جاي بيقعد على مكتب المدير، المدير يشوف له حته تانية، يقعد بقى على مكتب المدير ده وكيل النيابه. فدخلت انا على مكتب المدير وقعد، يعني دخلت الاوضه لقيته قاعد وبيعمل تليفونات، وفي دكتورين تاني قاعدين، فانا قعدت بصيت لقيت ده عمال يعمل تليفونات وكع كع كع كع، وحاطط البيبسي وحاطط جنبه شوكولاته وحاطط درينكات وكع كع كع كع، في ايه؟ فانا طلعت لقيت واحد كاهن قاعد على شيزلونج، يعني كان جو شتاء. سوري، انا مسكت رئاسه القسم 10/5، مش 5/10، 10/5. الكلام ده كان في الشتاء بعدها، يعني كان كنت واخد رئاسة قسم من 7 شهور مثلا او 6 شهور. فلقيت الراجل قاعد بيترعش، فانا صعب عليا منظر الكاهن وقاعد بيترعش في الجو البرد ده. فانا قلت له هما مستنيين ايه؟ قالوا دول متحولين، قالوا لي دول متحولين للمستشفى الثاني. قلت لهم، فدخلت لما قعدت لقيت الراجل بيمزمز وقاعد. فانا قعدت كده ربع ساعة نص ساعة، فما عجبنيش المنظر، الراجل مش متحرك وعمال يعمل تليفون على تليفون والشوكولاتات وسايب الناس بره، المنظر استفزني. كنت قاعد، وكان قاعد رئيس قسم اطفال وكلام من هذا القبيل، رئيس قسم اطفال مسلم بس حبيبي جدع يعني، مش عايز اقول اسمه عشان ما احرجوش. فلقيت نفسي رحت قايم قلت له معاليك، مش في ناس بره معمول لها تحويلات مفروض يروحوا المستشفى الثانيه، المستشفى الثانيه على بعد ساعه؟ قال لي اه. قلت له طب حضرتك دول مستنين ليه؟ قال لي لما ناخد اقوالهم. قلت له طب ما حضرتك ما خدتش اقوالهم ليه؟ انا بقول له وكيل النيابه، حضرتك ما خدتش اقوالهم ليه؟ قال لي بمزاجي وبراحتي. قلت له تمام، ما عليك، انت تشتغل بمزاجك وبراحتك، بس انا بصفه رئيس قسم دلوقتي هيتحولوا ويتحطوا في عربيات الاسعاف وهيطلعوا للمستشفى لان حالتهم الصحيه لا تستطيع الانتظار، وسعادتك هتروح وراهم المستشفى الدولي. ورحت طالع يلا على طول على عربيات الاسعاف. الشباب كانوا واقفين، ايوه اوكي، اول ما سمعوا شالوهم. جاني الاسقف في وداني بما معناه عايز يهديني، قال لي
هذه ساعتهم وساعة الظلمة. يعني ده راجل سلطة وساعته وسيبه ياخد إجراءاته، يعني إيه؟ اخضع ليه. قلت له نيافتك سيبني أنا، بلا ساعتهم بلا ساعة ظلمة، أنا أعرف أخلص مع الناس دي، أنا أعرف أخلص مع الناس دي. وطلعت يلا على عربية الإسعاف. فعلا دخلوا عربية الإسعاف، فجاني رئيس المباحث قال لي دكتور وجيه. قلت له نعم. قال لي أبوس إيدك. قلت له نعم خير. قال لي أنا ممكن أتشال من رئاسة المباحث لو دول مشوا بدون ما ناخد أقوالهم. قلت له حضرتك عايز تاخد أقوالهم؟ قال لي قلت له عينيا هم في عربية الإسعاف، لكن ينزلوا من الإسعاف لا. قال لي هوا. قلت له أوكي اتفضل. طبعا وكيل النيابة اتشال، رئيس نيابة جاي اتشال. وده مين ده؟ قال له وجيه رؤوف. طلعوا بيه. قلت لهم يعمل أعلى ما في، بس كان ساعتها كان حسني مبارك. وأيام حسني مبارك برغم كل ما يقال أنا كنت آخد حقي في أي مكان، ما كنتش أخاف. يعني لو وكيل النيابة قال كلمة أروح معاه زي ما عايز، وكنت واثق إن أنا هاخد حقي. لكن في اليومين دول اللي إحنا عايشين فيهم مفيش حق بيتاخد. زي ما أنتوا شايفين اللي معانا ومؤيدنا لو كان عليه قضايا بالعبيط هنسكت، واللي ضدنا لو ما عليهوش قضية هنلبسه قضية. أنا دوشتكم ويمكن اتكلمت في حاجات شخصية، لكن أنا يعني طب يعني واحد ممكن يسأل يقول لك طب يا دكتور وجيه أنت يعني من الكلام ده عايز إيه؟ يعني نهاية الكلام ده أنت عايز توصل لإيه؟ والله يا رئيس سيادة الرئيس السيسي برغم كل اللي سمعناه، برغم كل اللي سمعناه وبرغم كل الوثائق والمستندات والتسريبات، الله أعلم إذا كانت صح ولا حقيقة، لكن احنا مستعد نمد ايدينا ليك ونقف معاك ومش نديك صوت لفترة، بقول لك مدى الحياة، بس طبق القانون، ادينا حقوقنا، ادينا مواطنة، مش عايزين غير مواطنة زي ما كان ايام الملك فاروق، مش عايزين اكتر من كده. ايام الملك فاروق شوف حقوقنا كنا بناخدها ازاي، كنا ماسكين وظايف ازاي، عايزين ده حقنا على فكرة. احنا مش بنطلب حاجة منك يعني منحة، لا لا لا، ده حقنا اساسا، بس بنطالب بيه. وبنقول لك لو اديتنا حقوقنا في المواطنة محدش يتعدى على كنايسنا، محدش يفجرنا، وتحافظ على اولادنا، وتشيل مجلس العار ده، وتطبق القانون على الكبير قبل الصغير، والله احنا نبصم لك ونديك اصواتنا مدى الحياة. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ايه غير سلام وامان؟ عايزين ايه غير الواحد يرجع ينام بيته وهو مرتاح بالليل، ويبقى امن على اولاده، هم وبيصلوا، هم وفي الشارع، هم وفي البيت. لكن في وجود دولة زي كده، سرقة الاعضاء شغالة، والخطف شغال، والاغتصاب القسري شغال، والاسلمة الجبرية شغالة، وسرقة المواطن المسلم قبل المسيحي، وظلم المواطن برضو المسلم قبل المسيحي، لأ، احنا عايزين مواطنة كاملة لكل الناس، وللفقير قبل الغني، وللضعيف قبل القوي، وللي ما عندوش سلطة قبل اللي عنده سلطة. لو حسينا بده وشميناه وشعرنا بيه، لا مدى الحياة مش 6 سنين. لو عايز تبقى ملك ممكن نقول لك اقلبها من جمهورية الملكية وعاشت دولة السيسي. أتمنى كلامنا يكون لي صدى عندكم، وبأكد برغم ان احنا الاستعطاف اللي احنا بنقوله والطلبات اللي احنا ان احنا برضو معاكم ماشيين معاكم. والله اديتونا حقوقنا واديتونا المواطنة، احنا ماشيين معاكم، مفيش، احنا برضو مكملين، مش قناة مكملين، لا، مكملين في المطالبة بحقوقنا قدامكم وقدام غيركم وقدام العالم كله. شكرا لكم، و يعني اتمنى ما اكونش تقلت عليكم النهارده، وابتدي يعني اشوف اذا كان في اسئله من حضراتكم اجاوبها، يعني لو كان في. الاستاذه ماري الأسئلة جاية ورا بعض بسرعة. طيب معلش، لا، الأسئلة بتطلع فوق، هقراها واحد واحد وهجاوبها.
في الاستاذ لؤي محمد يحيى، هو دايما بيشرفني الاستاذ لؤي في الحلقات، ودايما بيطرح اسئله وانا بعجب بطريقه تفكيره. اهلا استاذ لؤي، بيقول لي: يا دكتور، وجه البعض يقول ان السيسي يريد ان يقضي فترته الثانيه لانهاء مشاريعه التي بداها في فترته الاولى، وانه رفض تمديد الفتره الرئاسيه الى 6 سنين. ما رايكم في هذا القول؟ وما رايكم في حصول السيسي بسرعه على رتبه مشير وتعيين المقربين له في المناصب؟ هل يعيد ذلك عصر عبد الحكيم عامر وعلينا القلق على مصير مصر؟ احنا يا استاذ لؤي، يعني عايز اقول لك كل اللي بنقوله ده نظام قالوله. بمعنى ايه قالوله؟ بنسمع وبنقرا. يعني قال لك ان هو كان عايز يمدها 6 سنين، بس امريكا قالت لا، خليها 4 سنين عشان الشكل الديمقراطي ما يروحش. قال لك دي من امريكا. هو عايز يكمل فترته. طب هو عامل مشاريع تخلص بعد 36 سنه. هل معنى كده بقى انه هيمسك فتره الرئاسه 36 سنه؟ هل ربنا هيديله طول العمر 36 سنه؟ واي نوع من المشاريع؟ هل مشاريع البنيه التحتيه ولا مشاريع سينا والفلسطينيين؟ احنا الدنيا عايمه معانا وماشيين كده زي ما عنوان الحلقه، زي البقر في الزفه، مش فاهمين حاجه. حكايه الحصول السيسي بسرعه على رتبه مشير دي، برضو في ناس بتقول لك ان هو اساسا السيسي اتغرس في اول منصب ليه بتزكيه من امريكا من فوق، وتعليته برضو كانت بنفس التزكيه، وخدعه معينه تمت، والله اعلم، برضو الله اعلم. تعيين مقربين لي في ناصب ده، ما هو ده التمكين، انه بيعين. فعلا معين مقربين لي في المناصب، مناصب كتير قوي ماسك فيها مقربين. ما هو ده التمكين، انك انت تمسك اوصال الدوله كلها. هل يفيد ذلك بعصر عبد الحكيم عامر وعلينا القلق على مصير مصر؟ احنا دايما قلقانين على مصير مصر، ونفسي انا رئيس دوله يمكن نفد منها حسني مبارك بالقعده اللي قعدها دي. رئيس دولة يعني يبقى عايش عيشة ربنا، يعني عندك أمريكا ممكن يترسلك 6 رؤساء دول جنب بعض. 6 رؤساء دول جنب بعض. إحنا ما تلاقيش الكلام ده. ما تلاقيهوش. إسرائيل نفس الحكاية، ممكن تلاقي 6 رؤساء دول عايشين. لا، إحنا لازم يا يقتل يا يتقتل يا يحصل له المصيبة، لكن نعيش كدولة متقدمة تعمل بالديمقراطية فعلا وحرية الرأي والرأي الآخر وحريه الترشح للاخر، وان ممكن يعني افرض جه رئيس تاني بعد السيسي مثلا واخد فترته وخلص، ما ممكن السيسي يجي بعدها تالت ويجي بعدها زي ما حصل نتنياهو، شوفوا كم مره مسك، وعز رواز كم مره مسك، شوفوا بوش كم مره مسك قبل كده، يعني بتلف وترجع مثلا. لكن للاسف احنا ما يعني عشان نوصل للكلام ده محتاجين فتره طويله قوي. داخل الاستاذ رأفت زكا بيقول لي: داخل مصر متبع سياسة جوع تملك. صح، دي برضو قيلت، انك لما اجوع الشعب ما يقدرش يصور، واكرهه في الثورة، وبعد الثورة اخليه يعيش ايام سودة عشان ما يقومش بثورة تاني. بس معلش، ربنا يرحمكم من ثورة الجياع لو قامت. ثورة الجياع لو قامت بتاكل الاخضر واليابس، سوري الاخضر واليابس. الاستاذ ميخائيل عجيب بيقول لي: دكتور، البابا شكله ابن عم ياسر برهامي، الدم واحد. استاذ ميخائيل، هو فعلا في شكل، في شبه في الشكل ما بين ياسر برهامي وبين البابا، يعني انا جابوا صورتين جنب بعض للتنين، في شبه بينهم. ربنا يستر بقى، انا مش عايز اخوض في الحكايه ديت اكتر من كده. الاستاذ عادل صبحي بيقول لي: صدقني عمر البلد ما هتتقدم خطوه في المترو اكشاك فتوى. هو كل انت ما بتعمق الفكر الديني في كل حته، ده مصيبه سودا على فكره، وخصوصا لما تكون مش عارف الفكر الديني ده بيقول ايه. يعني كارثه لو كانت الكتب اللي بتدرس في الازهر اللي هي اللي تحدى على الكراهيه هي اللي نفسها اللي في دار الفتوى، تبقى كارثه كبيره قوي. المهم ايه المعلومه؟ ايه اللي بتعلمه للناس؟ الاستاذ يعني في بيشكرني، فين اللي بيشكرني؟ شكرا للاستاذه مريان سامح. وبعدين الاستاذ كانجارو، وكانجارو بيقول: والله انت شخصيه من الاخر، اشكرك يا استاذ كانجارو تعيش.
الأستاذة منى مجلي بتقولي I think the Egyptian Bob is wandering in La La Land. I think so, يعني I think so. وبعدين أستاذة كارمن بتقول لي أحسنت، أشكرك يا أستاذة كارمن. فالأستاذ كارمن لاري الأستاذ رؤوف يوسف بيقول لي بدل ما يسأل البابا يسأل جده. سيادة المستشار الأستاذ رؤوف طبعا من الناس اللي هي يعني شافت حاجات كتير وليها في دراسة التاريخ وليها باع كبير قوي في السياسة وليه آراء حلوة جدا جدا. فبينتقد طبعا البابا، فقال لك بدل ما نسأل البابا نسأل جده. دي في تعليق على حكاية ان البابا مفروض احنا نسأله لما يكون السؤال صعب، ياريت هو يسألنا في كل الأسئلة اللي بتتسأله، لان الموضوع بتاع الإجابات بتاعته هرب جامد وبقى يعني صعب جدا صعب جدا. انا خايف اكون في أسئلة، يعني بيقولوا لي في 23 كومنت، 23 كومنت بيطلعوش ليه؟ طيب وباللينك النيو ويندو، يعني انا فتحت اللينك عشان احسن يكون في أسئلة تانية منيكم اشوف. الاستاذ ماجد مجدي بيقول لي استاذ وجيه هل سامع عنان ساذج؟ سوري انا عايز اقفل ده. ثواني. ايوه اوكي. استاذ ماجد بيقول لي استاذ وجيه هل سامع عنان ساذج ولم يشاهد ما حدث للمرشحين؟ هل يقصد الانتحار؟ فحضرتكم سامعيني ولا الصوت منع؟ قلت له لا هو مش ساذج بس هو يعلم الكثير، وعشان يعلم الكثير عارف انه هيطلع، وانا بقول لكم هو هيطلع لانه عنده كتير، والكتير ده مش هيكون معاه في جيبه، لا مع ناس تانية، فلو حصل له حاجة ممكن يظهره. فبقول لك هو بس يخلص موعد الترشح هيطلع، مش هيقعد سامع عنان كتير، وهيطلع ومحدش هيلمسه، وهيتعامل أحسن معاملة في المكان اللي هو فيه. هي بس إيه؟ تعالى كده قرصة ودن لغاية ما تخلص الفترة، وفترة لم لكن محدش هيلمسه، مش هتحصل له أي حاجة. الأستاذ عادل صبحي صدقني عمر البلد ما هتتقدم خطوة. دي قلناها، وجوع تجوع دي قلناها برضو. الأستاذ عادل صبحي بيقول لي ربنا ينور طريقك يا دكتور وجيه. تعيش أستاذ عادل، أشكرك. الأستاذ نشأة المصري يقول الكتاب سفراء عن المسيح وليس سفراء عن صلاح جاهين. شكرا أستاذي. صدقني يا أستاذ نشأة أنا بعز صلاح جاهين جدا 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 جدا، بس مش مجاله ان البابا يقول حاجه زي كده، وخصوصا في كلمه في وقت الضيق. ده احنا يعني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، دي بترن من ايام مدارس الاحد بترن في دماغي. فلما تقولي في وقت الضيق بشوف نكت صلاح جاهين، يعني ده احنا زمان كانوا بيحرموا علينا نتفرج على التلفزيون، يقول لك حرام، يعني احنا وصغيرين كان يقول لك حرام تتفرج على التلفزيون، وكان بابا ما يخلناش نتفرج بليل على افلام، يحسن يكون في منظر كده ولا كده. يجي صاحبنا الراهب اللي كان في الدير كان بيتفرج على نكت صلاح جاهين. وتاني عادل صبحي الاستاذ عادل بيقول لي بعد البابا شنو ده الكرسي لسه فاضي، ربنا لما يرضى عنا هيجي بابا للكرسي. صدقني كان نفسي هو يكون البابا ويمثلنا ويبقى قديس عننا، لكن ايه ده إرادة ربنا بقى. الأستاذ ميخائيل عجيب بيقول البابا أرقوس الإعلام، أرجوس يقصد أرجوز الإعلام يعني. للأسف يعني أنا أقول بس ممكن يكون مضغوط، يمكن يخايف، وممكن يكون مربي له كله في دماغه، الله أعلم. الأستاذ ميخائيل عجيب بيقول للدكتور البابا شكل دي قلناها. الأستاذ رأفت زكا بيقول عمر مصر ما هيبقى فيها قانون؟ لا هيبقى، لأن احنا مرينا بعصور قبل كده زي الزفت، ما مرينا بعصور المماليك وغيره وغيره وغيره، جه محمد علي وجه عصر نهضة مصر اتعملت القوانين. يوم ما هيطلع في يوم من الايام واحد راجل محترم محترم هيمسك البلد زي كده في تركيا، لما جه اتاتورك وعدل تركيا وصلت اللي فيه تركيا،
ممكن يحصل في مصر، فما تفقدوش الامل. انا عندي امل عن نفسي، انا عندي امل وحاسس انه هيحصل. رفيق مكرم بيقول لي بقرة مذبوحة في سبيل جاموسة منكوحة. طب على فكرة يا استاذ رفيق، باقي القصة بتاعت الراجل ده والبقرة، الراجل اعترف بعد كده ان مفيش ولا اغتصاب ولا حد اغتصب مراته ولا غيره، من الاخر. بعد بس بعد ما الدنيا خربت، وبعد ما دخل على بيوته، وده بعد ما بهدل الدنيا. الاستاذ سالم باتري بيقول لي مع العلم التهجير هي جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي. يعني انت تدخل على عيلة عملت مشكلة تهجر العيلة. طب انت عمرك في عيلتين الغريبة ان كفر الدوار دي، كفر الدوار دي كان فيها راجل شيخ يعني مجذوب، كان عامل انه بيعالج الستات، نمع ثلاث ارباع ستات البلد، نمع ثلاث ارباع ستات البلد، ولا عملوا له حاجة ولا هجروه ولا عملوا فيه اللي اتعمل في الراجل الطيب اللي 300 جنيه. طب في مشاكل بتحصل بين مسلم ومسلم، عمره ما هجر واحد مسلم من بلده عشان مسلم تاني، ما حصلش. مين اللي بتهجر دايما؟ المسيحي، مع ان المسيحي دي اساسا بلده، اساسا بلده. بقرة مذبوحة في سبيل جاموسة منجوحة. شكرا يا استاذ رفيق، لذيذ. سالم باتري بيقول لي مع العلم التهجير هي جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، صح يا استاذ سالم، لكن مين يسمع؟ رأفت زكا، لو المسلم عنده شرف يطلقها، قصده على الست اللي معاه. يا حبيبي هم مدعين عليه، هو عارف ان مراته شريفة وما نامتش مع حد ولا راجل نام معاها، هم مدعين وعندهم الكلام ده. ما حدش تعرف. القصة دي فكرتني بقصة كان الأستاذ نشأت صديقة على الفيسبوك قالها لي. يعني نفس الحكاية حصلت مع واحد متجوز واحدة ومش مخلف، وكان يروح عند المسلمين أصحابه يتونس، فطلعت في دماغهم مرة يلبسوه قضية عشان يأسلم، فمسكوه، أنت نمت معاه ده ست لازم تأسلم، وهوب خدوه بزفة وطلعوا بيه على النيابة انه ده نام مع واحده وانه لازم يأسلم. مراته في البيت اللي هي مش مخلفه سمعت، راحت اخذت ورق ودخلت لوكيل النيابه، قالت له سعادتك جوزي اساسا ما فيهوش عضو ذكري، ما فيهوش عضو ذكري، اتخلق من غير عضو ذكري، وادي الاوراق. وكل النيابة قال لها تفضل يا حبيبي مع السلامة، ومسك الناس بهدلهم، إياك أشوفكم هنا تاني. بيفكركم بس ده كان وكيل نيابة محترم، بيفكركم بجرجس برومي اللي عنده عنة، والطب الشرعي أثبت إنه عنده عنة وما يقدرش يمارس، ومسجون بإنه اغتصب واحدة في دولة التعويض. سالم بيتري بيقول لي عندما يحكم المنافقون والكاذبون وعديم الضمير والأخلاق يستحل البقر، يستحل البقر في دولة البقر يعيش فيها بقر. كلامك صح يا استاذ سالم. الاستاذ رفيق بيقول لي دكتور وجيه منور الدنيا، اشكرك يا استاذ رفيق، ده نورك حبيبي، ميرسي جدا على وقتك ومتابعتك. ميخائيل عجيب، ربنا معاك يا دكتور، اشكرك استاذ ميخائيل، ربنا يخليك. الاستاذ رأفت زكي، الحمد لله على السلامه، الله يسلمك يا استاذ رأفت، ربنا يخليك. الاستاذه راندا كامل ويجي بتقول لي مساء الخير يا دكتور، الصحة فضيت، أنا بفكر أرشح نفسي. لا أخاف عليك يا أستاذ راندا، لا بليز. لا أخاف عليك، مش دلوقتي، ممكن في المستقبل، لكن دلوقتي أخاف عليك. الأستاذ سمير بسادة بيقول لي اسمه مناسب جدا جدا، والمعرصين هو الوصف المناسب لهؤلاء. صدقني ابتدوا يقولوا لما قلت الكلمة دي، يعني ما حطيتش نقطة، بقيت قليل أدب. النقطة بقى وجيه قليل أدب عشان ما بيحطش نقطة على يا جماعة، نفوق للحقائق ونفوق للدنيا. يا ريت نتصالح مع نفسنا ونبقى أحرار شوية، ونبقى يعني إيه مع نفسينا، يعني صادقين مع نفسنا، نبقى صادقين مع نفسنا. ده كويس قوي لو بقينا صادقين مع نفسنا، بلاش نخدع نفسنا، بلاش نبقى منافقين، وبلاش نبقى تقبلي. الاستاذ رؤوف فوزي بيقول لي مساء الخير يا دكتور وجيه، ايه رايك في ترشيح السيد البدوي للرئاسه؟
ما انا اتكلمت عن يا استاذ رؤوف على سيد البدوي طبعا، يعني ما الراجل هيدي صوته لسيادة الرئيس، يعني كومبارس بقى سد خانة عشان تبقى في انتخابات، عشان يبقى شكل دستوري، كلام فاضي. بس الناس مش عبيطة، وعلى فكرة العالم كله مش عبيط. في حد مسمي نفسه مملكتي انا وحبيبي، انا صديق مملكتي انا وحبيبي، لا عارف هو راجل ولا عارف هو ست، بس عموما اهلا وسهلا بيك طالما انت بتدخل وتعليقاتك كويسه. بيقول لي مساء السعاده يا دكتور، مساء النور والسعاده، شكرا لك. طبعا هو ممكن يكون في اسئله تاني، انا مش عارف بتيجي من فوق ولا من تحت، بس انا طبعا عشان انا ما اطولش عليكم. عادل صبح صبح بيقول لي كلامك صح، محدش هيلمس عنان، وانا بقول لكم محدش هيلمسه، واتحدى لو حد عرف يلمسه وهيطلع، ولا حد هيقول له كلمه، عارفين كل حاجه مع بعض، ومبروم على مبروم ما يرولش يعني. صح كلامك يا استاذ عادل. كارمن لاري، الاستاذه كارمن بتقول لي البلد الوحيده اللي معروف فيها نتيجه الانتخابات قبل ما تبتدي. طبعا طبعا هي مصر طبعا. الاستاذ جون بيقول لي الصوت شغال، ميرسي، عشان انا وطيت صوت كان طالع من عندي فخفت ان يكون الكل اتقفل. شكرا يا استاذ جون، ربنا يخليك، ميرسي حبيبي. يعني انا اعتقد ان انا معظم الاسئله جاوبتها. اتمنى يا رب ما كنتش طولت عليكم، اتمنى ما يكونش دمي بايخ، اتمنى اكون قلت كلمه حق، اتمنى اكون وصلت لكم فكرتي، اتمنى اكون فهمتوا انا اقصد ايه. انا مصري بحب بلدي، عايزها تبقى احلى بلد في الدنيا، احلى بلد في الدنيا، بحب جيراني كلهم مسلمين، فله شمعه منوره، شفتش منهم اي حاجه على راسي، زمايلي في المستشفى كنا فله، وهم كانوا يقولوا وجيه الدكتور وجيه راجل، وكانوا يحبوني عشان انا راجل، شكرا ميرسي ليهم، بحبهم جدا. لكن ما بدخل في السياسه احيانا ممكن رايي يبقى مختلف، بس انا راجل بتكلم بالنيابه عن شعب مظلوم، رسالتي اني اوصل كلمه اللي مش قادر يتكلم، رسالتي ان انا اوصل ابقى لسان انسان ما حدش بيسمعه، دي رسالتي. رسالتي اني اني ان انا اقول للي بيغلط كتير بليز خف شويه علينا، بليز خف شويه علينا، مضطهديننا ارحمونا شويه، المسؤولين عنا واللي احنا مفروض رعاياهم اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا. شكرا لكم اصدقائي، والى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، لكم مني كل محبة وكل تمنيات بالسعادة، دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.